خش عند اختك. وانا بقول لك انت عايزها في ايه؟ ولا هي حاجه سر؟ لا مش سر يا اختي، خش عند بس وما تصدعناش. اقول لك لو المحروس اللي بعتك قول له خلاص بح انتهى ما عادش فيه، وقول له كمان ما صدقت ومش هتسيب حقها على اللي عمله ده، وان كان فاكر ان احنا ولايه لا احنا ب 100 راجل. في ايه يا سلامه؟ هو اللي بعتك؟ لا مش شويه كده شويه. لا مش هو اللي بعتني جليلة، ولو عارف ان انا جايلك هيزعل مني. انا بس مش مصدق اللي بيحصل بينكم ده. ما ينفعش يا جليلة كده، ومش هسيبك تخربي بيتك بايدك على فكره. تخرب ايه؟ ولتعمر ربنا فرجها. لا حول الله يا رب. انت مالك انت؟ انت مالك؟ انا بكلم جليلة. ايه اللي دخلك انت؟ لو سمحت يا سلمى اعملي لسلامه شاي. ولو سمحت اعملي لسلامه شاي. دي خيبه ايدي يا ربي، ما صدقنا خلصنا. اقعد يا سلامة. استغفر الله العظيم يا رب. ايه يا بنت؟ مش هتلاقي زي فتحي؟ عارفه. طب ايه؟ ايه؟ اقول لك انا لو منك تقومي دلوقتي حالا تروحي تعتذري له وتبوسي راسه كمان، عشان انت غلطانه، صح ولا لا؟ اقسم بالله انت غلطانه وانت عارفه. عارفه برضو. الله، امال في ايه؟ بقول لك يا بت، بقول لك ايه، انا عارف ان انت جدعه وعارف ان انت بنت اصول وبنت ناس. سيبك من اختك دي، البنت دي مش هتنفعك ومش شبهك. انا عارف اللي انت عملتيه ده كان غصب عنك. ما تسمعيش لاختك عشان هتخرب عليكي. اسمعي مني، انا بقول لك كلمتين من قلبي على فكره، عشان انت زي اختي بالظبط، صح ولا لا؟ فتحي ما فيش زيه. انا عشت معاها سنين وعمري ما شفت منه حاجه وحشه، بالعكس ده استحملني واستحمل سلمى، ولما بابا مات ما سبناش ولا طلب مني مليم واحد، وعمره ما سألني عن اللي سابه أبويا أو اللي سابته أمي. هو صحيح يعني مش ورث، بس أنا عمري ما حسيت في حياتي إن في نيته أي حاجة وحشة من ناحيتنا. والله أمال فيها يا بنت؟ تعبت يا سلامة، تعبت. فتحي صحيح طيب، بس إيه آخرة الطيبة دي؟ تقصدي إيه؟ تعبت من التفكير، تعبت من ان ابص لكل الستات اللي حواليا والاقي كل واحده شايل عيل والتاني وانا زي ما انا. قلبي بيوجعني لما بسمع كلمه ماما بتتقال لكل اللي حواليا وانا ساكته وعامله نفسي مش واخده بالي. مش هكذب عليك، انا لسه بحب فتحي وبحبه قوي كمان، لكن رغبتي في ان اكون ام اكبر بكتير من حبي ليه. طلاقي منه ممكن يكون فرصة ليا في ان اكون ام. يا سلامة، عشان خاطر يا سلامة ما تقولوش ان انا قلت لك الكلام ده. جرابت، هو انا عايز ولا ايه؟ اقسم بالله ما يعرف اني جيت لك. معلش برضه انا باكد عليك، يمكن لسانك يغلط كده ولا كده، او تحاول تصلح الامور زي ما انت بتعمل دلوقتي. واوعى يا سلامة تخليه يجي هنا. فتحي لو جه هنا انا مش هقدر اقول له لا، ومش هقدر اقول له انا مش راجعه لك. طب يا جليلة حاولي تراجع نفسك يا بنت وتفكري. ما تقولهوش ان انا سبته عشان عايزه اخلف. انا مش عايزاه يحس ان هو كراجل ناقصه اي حاجه. والله العظيم حرام، حرام يبقى اتنين بيحبوا بعض ويحصل معاهم كده. ما تعرفش الخير فين، يمكن اللي حصل ده يكون خير ليه قبل ما يكون خير ليا. وخلي بالك مني يا سلامة. كلام. آخر كلام. مفيش سكر. طب بالإذن يا أختي. آه حلو قوي. تقيل المحروس بعتك تحنن وتسلك وهو يجي يرشق صح؟ لا والله. إيب؟ بصراحة ما قدرتش أنام غير لما أجي أطمن عليكي. طب اتفضل اتفضل. ايه هو انا جيت في وقت مش مناسب ولا حاجه؟ لا لا ابدا ابدا ابدا. بس مين؟ مين الكابتن؟ وانت مالك انت يبقى مين؟ ايهاب المجري رجل اعمال. وحضرتك مين؟ سلامة سواق بالاجرة. الله في ايه؟ سلمى سلمى عيب ما يصحش كده. لا مش عيب، مش عيب خالص.
تمام. السؤال بالأجرة ده أرجل من أي حد تعرفيه. على الأقل جدع وابن بلد وبيفهم في الأصول. ما تبقاش تطلب شاي يا باشا. أصل ما عندهمش سكر. أسكر.